خفايا 6 مشاريع عملاقة أسفل قناة السويس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. معكم إسلام في فيديو جديد من قناة مصر ميديا أي بي. من كرمكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ في الفيديو على طول، وشكرا لكم جدا. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفقين عملاقين اعتبرتهما الحكومة عبورا ثانيا شرق قناة السويس بعد العبور الذي نفذه الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973. وحفر النفقان اللذان أطلق عليهما اسم تحيا مصر، إحداهما للذهاب والآخر للإياب شمال الإسماعيلية على عمق 70 مترا تحت سطح الأرض بطول 5820 مترا للنفق الواحد. وتم شق هذين النفقين بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية وبتنفيذ من شركتي بتروجيت وكونكورد، بينما قامت المقاولون العرب وأوراسكوم بتنفيذ أنفاق جنوب بورسعيد. ويبلغ إجمالي الأنفاق التي تنوي مصر حفرها أسفل قناة السويس 6 أنفاق، 2 جنوب بورسعيد ونفقان شمال الإسماعيلية وآخران شمال السويس. وتربط هذه الأنفاق قارتي أسيا وإفريقيا باعتبار سيناء البالغة مساحتها 61,000 كيلومتر مربع، شطر مصر الأسيوي. ويستخدم الجيش المصري هذه الأنفاق الذي أشرف على إنشائها بهدف سرعة وسهولة تنقل القوات المصرية إلى سيناء والعريش وتوفير الجهد والوقت بشكل كبير. وفي السياق ذاته أكد الباحث في الشؤون الاقتصادي السياسي بجامعة القاهرة أحمد أبو علي في تصريحات خاصة لأرتي أن هدف هذه الأنفاق وتنمية سيناء التي أصبحت هدفا قوميا منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم. وتصدر ملف تنمية سيناء أولوية قصوى في الأجندة الاقتصادية للقيادة السياسية المصرية على اعتبار ما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية لمصر. وأشار الباحث المصري إلى أن الدولة المصرية أدركت أن تنمية سيناء اقتصاديا بمثابة الحل الأسرع للقضاء على كل مشاكل الأمن ومواجهة الإرهاب بالبناء والتعمير، وليس فقط بالواجهة العسكرية. ومن هنا كانت نقطة الانطلاق الحقيقية في مسيرة ربط سيناء بقلب مصر والوادي والدلتا بشبكة طرق وأنفاق تسهل من عملية التنمية. المصدر آرتي. في نهاية الفيديو لو قدمت لكم معلومة جديدة أو خبر استفدتوا منه ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة، من كرامكم طبعا. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.